بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التجديد الإسلامية أقدم لكم أصول منهج الجامية للشيخ يوسف بن مروان. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. علها تكشف للمستمع ما يحاك في أروقة الأجهزة الأمنية من مؤامرات ضد هذه الأمة. دعين الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الإصدار القيم كل من تساءل عن هذه الفرقة الضالة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المناهج أو المداخل أو الجامية كلها أعلام على طائفة تنتسب زورا وبهتانا إلى السلف الصالح، هدفها ترسيخ الحكام في كراسيهم، فلا الإسلام نصروا ولا الكفر خذلوا، فهي بذرة نشأت في البيت الأبيض وغرست في الجزيرة العربية وسقيت بماء المدرسة النجدية وحفت بالإرجاء فأتت أكلها الخبيث، ففرقوا بين المنهج والعقيدة حتى يسهل عليهم الطعن في مخالفيهم ممن يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة بحجة أنه وإن كانت عقيدته سليمة، إلا أن منهجه مخالف لمنهج السلف بزعمهم. ومنهج السلف عندهم هو الخنوع والذل والتفاني في طاعة الحكام، لذلك تجدهم كثيرا إذا سألوا عن داعية أو عالم يقولون كيف منهجه، ليعرفوا هل هو من جماعتهم أم من الجماعة الأخرى. وتزداد عجبا إذا عرفت وعلمت أن الميزان عندهم هو مدى الحب والبغض لكبيرهم، فانتشر شرهم في المعمورة ورفعت ألويتهم وبدأوا ينادون ببعض الآراء الشاذة المنكرة والمخالفة للكتاب والسنة ولمنهج سلف الأمة، فحاربوا الجهاد وأهله. فأما الجهاد فجعلوا له قيود وشروط لا تنفك حتى يلج الجمل في سم الخياط، وأما المجاهدين فرموهم بالخروج والبدعة، وأما الحكام فمجرد ذكرهم بسوء عدوه خروجا عنهم، بل لا يجب مناصحتهم إلا سرا، ويجب طاعة الحكام، وإن حكموا بأي قانون وأي شريعة فهو ولي الأمر يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، له السمع والطاعة لا لأنه حاكم متغلب، وإنما له طاعة لذاته، فحللوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم وأمروا الناس بطاعتهم وباركوا وفرحوا بتدمير وزوال دولة طالبان التي يزعمون أنها مبتدعة خارجية بزعمهم، وفرحوا بانتصار الطغمة الفرنكوفولية على الخوارج في الجزائر بزعمهم، وخرست ألسنتهم إزاء ما يجري في الشيشان وفلسطين من قتل وترويع للأبرياء، وحرموا الجهاد في العراق وسعوا بالوشية ببقايا الشباب المسلم عند الأنظمة والحكومات للإيقاع بهم، ولبسوا على الناس دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانتسبوا إلى السلف والسلف بريئون منهم والحمد لله رب العالمين. هذه أصول المناهج أو الجامية أو المداخلة كلها أعلام على فرقة طلعت على الأمة بأشياء جديدة لها أصول كثيرة، وفي الحقيقة أن أصولها الكثيرة تعتمد وترجع إلى أصل واحد وقاعدة واحدة، وباقي الأصول إنما هي فروع أو عبارة عن حصانات تحمل الأصل الأول، وحصانات ومناعات تحمل الأصل الأول. ولنبين هذا نعطي أمثلة على الأصل الأول نذكره بشرح وتبيان حتى يتبين لنا أن الأصول التي تأتي بعد الأصل الأول هي عبارة عن حصانات وفروع. أما الأصل الأول وهو أصل الأصول عند هؤلاء وقاعدة مذهبهم هو إنزال الأدلة من القرآن والسنة على غير وجهها وفي غير إطارها ومضمونها، والاستدلال بها في غير بابها، وإنعدام الاعتبارات التي تحيط بها عند هؤلاء الجميع من سبب النزول أو الورود أو ظرف المكان أو الزمان أو أشياء تتعلق بالمكلف
كالحذر والسفر والقوة والضعف والاستطاعة وعدم الاستطاعة إلى آخر هذه الاعتبارات، فهي معدومة عند هؤلاء إلا في شيئين، وهما نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. في هاتين الحالتين يأتونك بجيش من الاعتبارات التي تحيط بهذه النصوص كالمصلحة وحفظ النفس والفتنة وإلى غير ذلك. ولنبين هذا الأصل الذي هو عمدة مذهبهم لا بد من ضرب الأمثلة على ذلك. أولا، كما هي العادة في كل القضايا لا بد من مقدمات ونتائج، فيحتمل أن تكون المقدمات صحيحة وبالتالي تكون النتيجة صحيحة، ويحتمل أن تكون المقدمات فاسدة فتكون النتيجة فاسدة. ولكن الذي يعنينا هنا الحالة الثالثة التي سأذكرها، أن تكون إحدى المقدمات صحيحة والثانية فاسدة فالنتيجة تكون فاسدة أيضا. ولنأخذ على سبيل المثال قضية الخوارج، فهؤلاء الجميع يأتون بنصوص صحيحة مقطوع بصحتها في ذم هؤلاء الذي من رد هذه الأحاديث فهو يدخل في إطار الكفر والعياذ بالله، فيأتون بأحاديث متواترة جاءت في الصحيحين وغيرها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمر وجهه ويحك من يعدل إن لم أعدل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه مرفوعا يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. هذه المقدمة الأولى التي يأتي بها هؤلاء. أما المقدمة الثانية فهي عبارة عن تعريفهم للخوارج. يقول صاحب كتاب، وأنا نقلت هذا الكتاب وهو أحدث ما كتب في هذا الموضوع واعتمدت هذا الكتاب لأنه يعني يستحق الرد عليه، أما الكتب الأخرى فهي عبارة عن ضحك على العقول ولا يعني يلتفت إليها. يقول صاحب كتاب ألوية النصر في الرد على خوارج العصر، والمؤلف الكتاب اسم مؤلف الكتاب سعود بن صالح السعدي المالكي، والكتاب نقلته من موقع إلكتروني ولا يوجد في الأسواق، لم يطبع بعد. يقول فيقول الخوارج ليسوا كما هو شائع أنهم فقط الذين يكفرون بالمعاصي كما يحاول بعضهم أن يؤصل هذه الفكرة في نفوس الناس إما مكرا منه أو جهلا، بل الذي عليه أهل العلم أن هذا الوصف يلحق بأقوام دون ذلك، إلى أن قال واليوم رغم ظهور علامات الخوارج فيهم إلا أنهم لا يقرون بذلك. طبعا هنا بين قوسين هو يذكر في بعض كتابه يرد على الشيخ صفر وغيره، فيقول رغم ظهور علامات الخوارج فيهم إلا أنهم لا يقرون بذلك، بل وضع بعضهم شروطا وأوصافا للخوارج لا تجدها حتى في الخوارج الأولين، فالتكفير بكل كبيرة والحكم على صاحبها بالخلود في النار لا يوجد في بعض فرق الخوارج المشهورة والمتفق على أنها من أكبر فرق الخوارج كالنجدية، والنجدية نسبة إلى نجدة وليس إلى نجد. ففي مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري في الجزء الأول في الصفحة 183 قال وأصل قول الخوارج إنما هو قول الأزارقة والإباضية والسفرية والنجدية، وكل الأصناف سوى الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من السفرية. فالنجدية يقول هو صاحب الكتاب فالنجدية من رؤوس الخوارج كما ترى، ومع ذلك فقد وصفهم بأنهم لا يكفرون بكل كبيرة. قال أبو الحسن الأشعري وهو يتكلم عن صفات الخوارج وأجمعوا على أن الله يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أي النجدية أصحاب نجدة بالتاء المربوطة. وقد نقل هذا القول عن الأشعري شيخ الإسلام في منهج السنة في الجزء الثالث في الصفحة 461 دون أن يتعقبه. طبعا يلاحظ السامع هنا أنه يحاول أن يثبت أن الخوارج
في بعض الفرق الخوارج لا تكفر بالكبيرة، ودليله في ذلك إقرار شيخ الإسلام نقل هذا الكلام عن أبي الحسن الأشعري وإقراره، يعني إقرار شيخ الإسلام أصبح بمثابة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يواصل فيقول: لكن قد ذكر بعض المصنفين في الفرق خلاف هذا. طبعا وخلاف الذي ذكره لا يعتد به، لأن كلام شيخ الإسلام حجة عندهم. وكما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 13، هذا كلامه في الصفحة 49: وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، ولم نقف لهم على كتاب مصنف. لكن الذي يعنينا هنا أن من أثبت لهم هذه الصفة كالأشعري وشيخ الإسلام عدوهم من الخوارج. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله من أعرف الناس بأهل البدع وحكمهم في الشرع. وها هو في هذا النقل النادر الذي يذكره عنه ابن كثير تلميذه يحكم على طائفة من المسلمين ظهرت في عصره أنهم يقاتلون قتال الخوارج رغم اختلافهم عن الخوارج في خصال كثيرة. قال ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 14 في الصفحة 23: وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو، فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. فقال الشيخ تقي الدين، أي شيخ الإسلام هو يذكر، هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة. فتفطن العلماء والناس لذلك، وكان يقول أي شيخ الإسلام للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأس المصحف فاقتلوني. فتشجع الناس على قتال التتر وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد. ثم يقول: فتأمل قوله في وصفهم: وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسون به من المعاصي والظلم. طبعا هنا يشير إلى كل إصلاحي أو كل من يريد إنكار المنكر أنه قد تلحقه هذه الصفة، فمن زعم أنه على الحق ويعيب على غيره المعاصي والأخطاء والمنكرات فقد تصل به هذه الصفة. ثم يواصل ويقول: وفي اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيم لشيخ الإسلام، روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولم يتحاشى من مؤمنها ولا يبقي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة الذي يعقد لها الفقهاء: باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. ثم قال: والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من عداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل مصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحارورية الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. فتأمل كيف جعل العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم أو غرضهم الرياسة من الخوارج. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحسن بن صالح: دخل سفيان الثوري يوم الجمعة من الباب القبلي فإذا الحسن بن صالح يصلي، فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ عليه فتحول إلى سارية أخرى. والحسن بن صالح قال فيه الإمام الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه بالبدعة. قلت أي المؤلف هذا، وبدعته أنه كان يرى جواز الخروج على أئمة الجور. طبعا هنا يلاحظ السامع أن الذهبي ما ذكر أن بدعته هي اعتقاده جواز الخروج على أئمة الجور، وإنما هذا يلوي النصوص وكلام العلماء ويلوي أعناقها. ثم يواصل المؤلف فقال: قال أبو سليمان الداراني: ما رأيت أحدا الخوف أظهر على وجهه والخشوع من الحسن بن صالح. قام ليلة بعما يتساءلون، سورة النبأ، فغشي عليه فلم يختمها إلى الفجر،
وروي عن الحسن بن صالح أنه كان إذا نظر إلى المقبرة يصرخ ويغشى عليه. قال أبو سعيد: سمعت ابن إدريس وذكر له صعق الحسن بن صالح فقال: تبسم صفيان أحب إلينا من صعق الحسن. فهذا من أئمة الإسلام كما نعته بذلك الذهبي، لكنه عد من الخوارج لموافقته إياهم في مسألة واحدة. نأتي لنلخص الآن صفات الخوارج الأولين حسب ما جاء في الأحاديث. طبعا انتهى كلام المؤلف، ونأتي لتلخيص هنا صفات الخوارج الأولين حسب ما جاءت في الأحاديث النبوية. الحديث التي ذكرناها تصف الخوارج بصفات شتى، منها أولا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الصفة الثانية حدثاء الأسنان، الصفة الثالثة سفهاء الأحلام، الصفة الرابعة يقولون من قول خير البرية، الصفة الخامسة يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقمهم، الصفة السادسة لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، الصفة السابعة شر الخلق والخليقة، الصفة الثامنة شر قتلى تحت أديم السماء، وهذا جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة التاسعة يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. هذه الأوصاف التي جاءت من في النبي صلى الله عليه وسلم، فلنأتي ونلخص الأوصاف التي ذكرها صاحب كتاب ألوية النصر على خوارج العصر في هؤلاء الخوارج. وهذه الأوصاف التي ذكرها هي بمثابة المقدمة الثانية، وهي مقدمة فاسدة طبعا، وتكون النتيجة فاسدة على إثرها. ذكر صاحب الكتاب أن أولا التكفير بالمعاصي ليس شرطا في كونه صفة من صفات الخوارج، أي أنك قد تكون ممن لا يكفر المسلمين بالكبائر ولكنك من الخوارج. ثانيا الصفة الثانية التي ذكرها، إذا كنت من قطاع الطرق فأنت من الخوارج، وكل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الخوارج تنطبق عليك، فقد قال أي صاحب الكتاب: فتأمل كيف جعل أي شيخ الإسلام العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم أو غرضهم الرئاسة من الخوارج. هذا الكلام ذكرناه سابقا. ثالثا الصفة الثالثة التي يذكرها صاحب الكتاب: التتر هم من جنس الخوارج مع أنهم ليسوا من كان تحت طاعة إمام. الصفة الرابعة: إذا كنت ترى جواز الخروج على أئمة الجور فأنت من الخوارج الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. قال المؤلف بعدما ذكر قول الذهبي في الحسن بن صالح، قال الذهبي: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه بالبدعة. قلت أي المؤلف: وبدعته أنه كان يرى جواز الخروج على أئمة الجور. الصفة الخامسة التي ذكرها المؤلف: إذا وافقت الخوارج في مسألة واحدة فأنت من الخوارج وإن لم تخرج على الحاكم. قال صاحب الكتاب: فهذا من أئمة الإسلام الحسن بن صالح، أي كما نعته الذهبي، لكن عد من الخوارج لموافقته إياهم في مسألة واحدة. الصفة السادسة يذكر هذا المؤلف في كتابه في الصفحة 37 سبب ظهور الخوارج في الأصل: التأويل الفاسد والانعزال عن العلماء، والكلمة العلماء بين قوسين، والطعن فيهم وفي الحكام. ثم يستنصر لقوله فيذكر كلام شيخ الإسلام في ذلك، ثم قال شيخ الإسلام: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى، ونضع خطين تحت أئمة الهدى وجماعة المسلمين، أنهم حاربوا، أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. انظر إلى الكذب على شيخ الإسلام. فكلام شيخ الإسلام يقول: فهؤلاء أصل ضلالهم إلى الخوارج اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين، أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون. وهو قال: سبب ظهور الخوارج في الأصل التأويل الفاسد والانعزال عن العلماء والطعن فيهم وفي الحكام. إذن التأويل الفاسد والانعزال عن العلماء والطعن فيهم وفي الحكام، هذا يجعلك من الخوارج المباحة دماؤهم. سابعا الاعتقاد أن الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين كفرا أكبر على الإطلاق، إذا كان هذا اعتقادك فأنت من الخوارج. قال المؤلف في الصفحة 47: فكيف بمن يظهرون الانتساب إلى السنة في هذا العصر وهم خوارج شعروا أم لم يشعروا؟ وفي الحقيقة أن المتأمل في حال أهل العصر أي الخوارج العصر يجد أن أولئك الذين أنكر عليهم من أصحاب التيار العنف يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين كفرا أكبر على الإطلاق،
ويقول أيضا في الصفحة 50: والخلاف في هذه المسألة على 4 أقسام، 2 منهما من أهل البدع، كمن عد الحكم بغير ما أنزل الله على مرتبة واحدة وأنه مخرج من الملة، وعمد إلى تضعيف أثر ابن عباس في قوله كفر دون كفر، فهذا قول الخوارج بالإجماع، أعوذ بالله من الكذب، كما نقل ذلك ابن عبد البر. يعني ادعاء الإجماع هنا يعني كذب ظاهر باطل. ملاحظة، انتهينا من عد الصفات التي ذكرها صاحب المؤلف الكتاب ألوية النصر على خوارج العصر، فنأتي إلى الملاحظة هنا. يلاحظ السامع، أدعو السامع أن يقارن بين الأوصاف التي جاءت في الأحاديث النبوية والأوصاف التي ذكرها مؤلف الكتاب، وأن يبحث عن العلاقة. طبعا هنا المقدمة الثانية فاسدة، وبالتالي تكون النتيجة فاسدة. النتيجة عندهم كل من تلبس بوصف من الأوصاف التي ذكرها هذا الجاهل فهو من الخوارج، وأصل كتابه يرد على جماعة أمثال الشيخ صفر وكل من يقول بهذه الأوصاف، وخاصة الأخيرة، يعني من يعتقد أن تحكيم القوانين وتحكيم الشرع غير شرع الله هو كفر أكبر، فهو يعد من الخوارج. طبعا النتيجة فاسدة لأن المقدمة الثانية فاسدة. يقول المؤلف في الصفحة 37: والخوارج لهم صفات يعرفون بها، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض الصفات عرفت عنهم بالتتبع الاستقراء وكلام العلماء. وأنا أضع خطين تحت كلمة العلماء، لأن العلماء هم عندهم علماءهم هما. ولا يشترط في كل صفة تذكر عنهم أن يقروا بها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 13 في الصفحة 49: وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف. هو يقصد يعني في بعض كتابه في عدة مواضيع يرد على الشيخ صفر وغيره، يقصد أن الذين لا يكفرون الحكام علنا يعني لا يلزمهم أن يعترفوا بهذا التكفير حتى يعدون من الخوارج، يعني سواء اعترفوا أو لم يعترفوا. ملاحظة، نأخذ مما مضى من كلام المؤلف نستخلص ما يلي. يعني إذا أخذنا اعتقدنا كلام المؤلف أن الخوارج هم بالصفات التي ذكرها المؤلف، يلزمنا أشياء، منها أن معاوية بن أبي سفيان مع علي بن أبي طالب، إما أن يكون علي بن أبي طالب هو إمام الهدى والأمير المبايع والحاكم المبايع، ومعاوية هو الخارجي، وإما أن يكون العكس، فلا نقبل منهم أن يقولوا لنا أن معاوية كان مجتهدا. هذا يعني الصفات التي ذكرها لا يوجد مجال للاجتهاد. وكذلك في قضية الحسن مع يزيد الطاغية، إما أن يكون يزيد هو الطاغية، يزيد هو الإمام والحسن هو الخارجي، وإما العكس. وكذلك القراء مع الحجاج، وكذلك قضية أبو حنيفة، والأمثلة كثيرة في التاريخ. ثم حتى هو يعني ينجو من هذه الورطة التي هي لازم مذهبه، يقول في الصفحة 32: فالخارجون على الإمام أحد صنفين، صنف خرجوا بتأويل صائغ، وهذا خط كبير تحت كلمة تأويل صائغ، وهم موافقون لأهل السنة في باقي المسائل العقيدة، فهذا الصنف يعد أصحابه من البغاة، وهؤلاء لم يأتي الأمر بقتالهم إلا بعد الإصلاح. إلى أن قال: قلت، أي المؤلف، وفرق بين من خرج بتأويل صائغ، نعيد يعني نضع خط على كلمة صائغ، كما في الصنف السابق، ومن يعتقد جواز الخروج على الحكام على الحاكم الجائر ولو لم يباشر الخروج عليه. طبعا أدعو السامع حتى يجد فرق، وإن كان لا يجد من المستحيلات السبع أن يوجد فرق بين تأويل صائغ واعتقاد جواز الخروج، يعني لا يوجد فرق، أنا عجيب جدا. طبعا ثم يواصل فيقول: فالأول من البغاة والثاني من الخوارج، وسيأتي ذكر الدلائل على ذلك وبيان متى يحكم على التأويل الخارجين بأنه سائغ أو غير سائغ، وأن مرد ذلك إلى أهل الحل والعقد. طبعا خطين هنا تحت كلمة أهل الحل والعقد، وهنا الكلام غير منضبط، ليس له ساس ولا رأس. ثم يقول المؤلف: ومن أصناف الخارجين صنف ليس لهم تأويل سائغ، أو أنهم وافقوا الخوارج في كثير من اعتقاداتهم، فهؤلاء يقاتلون قتال الخوارج. وفي الختام أختم بكلام شيخ الإسلام، لأنه أكثر من نقل على شيخ الإسلام،
وقبل أن أذكر كلام شيخ الإسلام في الخوارج أود أن أذكر أن قاعدة مهمة أن العلماء يؤخذ في عقيدتهم ومنهجهم ويعني في اعتقاداتهم وتعريفاتهم تؤخذ عنهم في معرض العرض وليس في معرض الرد. يعني قد يكون شيخ الإسلام يرد على بعض الفرق أو ينقل كلام بعض الفرق فلا تؤخذ عنه على أنه مذهبه، ولكن يلجأ إلى كتبه التي ألفها أو النصوص التي ذكرها في معرض العرض، عرض عقيدته أو منهجه في أي شيء من الأشياء. يقول شيخ الإسلام، طبعا هذا كلامي، يقول شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة الرابع 481 وهو يعرف الخوارج، يقول: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب. طبعا هنا ما فرق بين الصفارية والنجدية كما ذكر المؤلف، هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: من الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار، ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام. وأدعو السامع أن يقارن بين تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للخوارج وبين ما ادعاه صاحب الكتاب أنه كلام شيخ الإسلام في تعريفه للخوارج. ونكمل بعد الفاصل. الله يا طهمة الكافرين، لنا الله يا حسبة الظالمين. يسر إخوانكم في تسجيلات التجديد الإسلامية دعوتكم لزيارة موقعها على الإنترنت واقتناء إصداراتها من برامج إذاعة التجديد الإسلامي وغيرها من البرامج الخاصة والمتنوعة على العنوان التالي www.tajdeed.net. وفي حال حجب الموقع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي www@tajdeed.net لجلب آخر عنوان يتخطى الحجب. تسجيلات التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامية، تسجيلات التجديد الإسلامي، صرح شامخ ورسالة سامية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصول التي ستأتي عبارة عن فروع وليست أصول، وأنا أسميها اصطلاحا حصانات ومناعات لأنها تعمل على حماية الفرع، على حماية الأصل والقاعدة وقاعدة مذهبهم. وسأحاول في عد كل أصل أن ألفت النظر إلى العلاقة التي تربط هذا الحصن أو هذه المناعة بالأصل الأول وقاعدة مذهبهم. قلنا في أصلهم الأول هو إنزال الأدلة من القرآن والسنة على غير وجهها وفي غير إطارها ومضمونها والاستدلال بها في غير بابها. سنكمل إن شاء الله في تعداد ما يأتي بعد ذلك من الفروع أو حصانات أو مناعات. فقلت أسميهم اصطلاحا حصانة. فالحصانة الأولى يحكمون على أنفسهم بأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وكثيرا ما يعلمون أتباعهم في المراحل الأولى من التزامهم هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فيظن أتباعهم أن كل من خالف هذه الطائفة فهو من أهل النار، وبهذا يضحكون على عقول الناس ويلبس عليهم دينهم، فيعلمون أتباعهم أنهم هم أتباع السلف، أي أن أصولهم هي الكتاب والسنة مع قيد ثالث ألا وهو فهم سلف الأمة. وسلف الأمة هم الصحابة عندهم والتابعون وتابع التابعون، وهذا ما يزعمون، والحقيقة أن السلف بريئون منهم. فكل من خالف هؤلاء سواء في العقيدة
أو المنهج، والمنهج هو طريقة السعي لإقامة دولة الإسلام عند أتباع الألباني. أما عند المدرسة النجدية وأتباع ابن باز والعثيمين هو طريقة التعامل مع الحكام. إذن كل من خالفهم في هذا حتى النسبة أو التسمية، فلم يسمي أو ينتسب أو ينسب نفسه للسلفية، أي يقول أنا سلفي، فهو عند هؤلاء حزبي أو حركي أو مبتدع. ويحضرني هنا أني قد كنت سمعت شريط للشيخ الألباني رحمه الله، والشريط مسجل تحت سلسلة الهدى والنور للدروس العلمية والفتاوى الشرعية. قام بالتسجيل هذه السلسلة، وهي سلسلة ضخمة فيها تسجيلات للألباني، شخص اسمه محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. وقد طرح في هذا الشريط سؤال للشيخ الألباني، وقيل له إن بعض الناس ينقمون علينا تسمية السلفية ويقولون إنها بدعة. فيجيب الشيخ قائلا، يقول ليست بدعة، ويكفينا قول الشاعر: وخير وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من سلف. يلاحظ السامع أن جواب الشيخ لا علاقة له بالسؤال، فالشيخ يثبت شرعية الكلمة من الناحية اللغوية. والسائل يسأل: هل يجوز الانتساب، يعني تصبح كنسبة أو علم على طائفة معينة، هذه الكلمة السلفية؟ ثم يواصل الشيخ كلامه ويقول: ويحضرني في هذا الباب حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. طبعا أنا أذكر الحديث بلفظه، والحديث في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث 4487. يقول الشيخ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أخبر فاطمة رضي الله عنها أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. وهنا الشاهد: فإنه نعم السلف أنا لك. يقول الشيخ: إذن السلفية هذه مشروعة، وقد وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والسامع إذا يعني سمع الحديث يرى أن لا علاقة بالحديث وما ذكره الشيخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد أنه سيسبق فاطمة إلى جوار ربه، والسلف الشيء هو الذي يسبق الشيء. فسبحان الله، كيف يعني يعملون الأحاديث في غير محلها. وبالمناسبة يحضرني أن هذه الكلمة، كلمة السلفية أو السلفي، في حدود علم القاصر لم أطلع عليها إلا عند الإمام الذهبي في تراجمه في كتابه الضخم سير أعلام النبلاء، وأظن أني قرأتها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. أما الإمام الذهبي فيذكرها في بعض تراجم الفضلاء، ويستعملها كنسبة، فيقول: فلان ابن فلان العلامة الأثري. وربما يستعمل كلمة السلفي كما يستعمل كلمة الدمشقي، وهي نسبة إلى دمشق أو الأثر أو اتباع السلف، فلم يستعملها كعلم على فرقة معينة ويجب التسمي بها. هذا الذي أقصده، وإلا ما عندي يعني مانع ولا عندي أي اعتراض على الكلمة. لكن نزولا عند قواعد القوم واضطرادا لقواعدهم، فهم يدعون أنهم يتبعون السلف، وكل شيء لم يرد عن السلف لا يأخذون به. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما يذكر قضية نزول الله إلى السماء الدنيا، وهل يخلو العرش أم لا يخلو، يقول في مجموع الفتاوى، يقول: وكنت قد أمسكت عن المسألة حتى رأيت أن السلف خاضوا فيها فخفت. فأنا أقول لهؤلاء: يتوني بنصف كلمة عن السلف وهم القرون الثلاثة أنهم تسموا بكلمة السلفية أو قالوا عقيدة السلفية، فلن تجد نصف كلمة لا عن إمام مالك ولا عن ابن المبارك ولا الإمام أحمد ولا إسحاق بن راهويه أنهم قالوا نحن السلفية. إنما كل ما ورد أنهم أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. حتى ابن تيمية الذي يتشدقون به، فقد ذكر في كثير من مؤلفاته كالعقيدة الوسيطة وغيرها، فيقول: عقيدة أهل السنة والجماعة في العلو، عقيدة أهل السنة والجماعة في المعية، إلى غير ذلك. طبعا هذا التحدي نجعله لهؤلاء الناس حتى يأتون بنصف دليل. الحصانة الثانية التي سأذكرها
هي التحديد والتعيين لأتباعهم أهل الذكر والفتوى، سواء الأحياء منهم والأموات. والذي لا يزكيه هؤلاء أي علماؤهم لا يكون من أهل الذكر ولا من أهل الفتوى ولو كان أعلم منهم. فالأمر إذن يرجع إلى فهد بن عبد العزيز، لأنه هو الذي يعين مفتي المملكة، وإلى ملك الأردن، فإن الألباني رحمه الله سمح له بدخول الأردن وفسح له مجال التدريس بواسطة المدعو إبراهيم شقرة، وهذا يشغل منصب مستشار أخو الملك الأردن. طبعا معروف هنا أن الألباني كي قصته في دخول الأردن إلى غير ذلك. ولفت للانتباه هنا، من دخل منتدياتهم هؤلاء إلى الطائفة الجامية سيصاب بالذهول، فتجد كثيرا من منتدياتهم تأتيهم الأسئلة من كل حدب وصوب، من المغرب، من الكويت، من الإمارات، من الجزائر، يسألون علماءهم بشتى أنواع الأسئلة. فأي داعية يظهر ويتكلم أو يصدر دروس أو رسالة تصدر له، فلا بد أن يعرض هذه الرسالة والدروس على أتباعهم ومن أعلام هذه الطائفة. فتجد سؤال يرد إلى محسن العباد أو إلى غيره من دعاتهم ربيع المدخل هذا، فيقولون ظهر عندنا داعي وهو يقول كذا وكذا، فيأتيهم الصك، اسمعوا له أو لا تسمعوا له أو اشطبوا عليه. هذا يعني الذي يدخل منتدياتهم سيصاب بالذهول. وحتى إذا كنت من مخالفيهم ثم أردت الدخول معهم فلا بد لك من صك غفران من علمائهم. وأنا أذكر على سبيل المثال هنا مقالة وردت في آخر كتاب ورد في ذكر يعني منهجهم هذا، كنت نقلته في الانترنت من الانترنت موقع إلكتروني. يقول صاحب كتاب ألوية النصر في الرد على خوارج العصر، واسمه المؤلف اسمه سعود بن صالح المالكي، في الصفحة 24، وفي معرض كلامه هو يحذر الناس من الاغترار بموقف صفر وسلمان، يعني لما تغير موقفهم وتغير منهجهم بعد خروجهم من السجن، فهو يحذر منهم رغم ذلك، رغم أنهم يعني مواقفهم ظاهرة جلية. فهو يقول: وإنني بهذه المناسبة أقول لكل من اغتر بكلامهم وظن فيهم الظن الحسن، وأن القوم تابوا وأنابوا، أن يأخذ حذره وأن يسأل نفسه متى سمعهم يتبرؤون من ماضيهم الذي أنكر عليهم، وهل سمعهم يمدحون علماء العصر المتفق على إمامتهم، وهنا أضع خط أحمر كبير، هذا هو الشاهد، وهل سمعهم يمدحون علماء العصر المتفق على إمامتهم، وهل سمعهم يقررون عقيدة السلف في التعامل مع الحكام، وهل سمعهم يبدعون من يقول بجواز الخروج على الحاكم الجائر ويحذرون من الافتئات على ولي الأمر المسلم. انتهى كلامه طبعا دون تعليق. الحصانة الثالثة، وهي من أعظم حصانات أصلهم الأصيل، وهذه لابد لها من تفصيل يعني أكثر، هي أعظم ذنب عند الجامية هو التكفير، وليس الكفر بالله والإشراك به. والتكفير في أبسط معانيه هو جعل الإنسان غير مسلم أو إخراجه من الإسلام، سواء بحق أو بباطل. فهؤلاء الجامية جعلوا حول كلمة أي التكفير بما يسمى باللغة الإفرنجية طابو، أي الشيء المقدس بالمعنى السلبي، فلا يقربن أحد هذه الكلمة، بل جعلوا التكفير وصفا ذاتيا لازما لكل من خالفهم، وبرأوا الله ورسوله من التكفير. ولنقف هنا وقفة لكي نرى، هل التكفير حكم شرعي أم هو بدعة لم يرد في شرعنا المطهر؟ وإذا كان حكم شرعي ثابت في شرعنا فما حكمه؟ هل هو واجب أم مستحب أم مكروه أم ماذا؟ كل هذا كان يجب دراسته تحت ضوء الكتاب والسنة، ولكن هؤلاء الجميع لا يريدون للأمة أن تدرس هذا الحكم لتتفقه فيه، وإنما رموا بكل ثقلهم فأعملوا إرهابهم الفكري في هذا الحكم حتى أصبح منعدما في شريعتنا. ثم أعود فأقول: إي وربي إن التكفير لحكم شرعي له أحكامه وضوابطه وموانعه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإن أبسط المسلمين يقرأ سورة الكافرون، حيث يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون، أي يا محمد، قل لهم يا أيها الكافرون، فقد أمر الله نبيه بأن يكفر قريش،
وأن يدعوهم بالكافرين بعد أن كان يدعوهم بكلمة يا قوم. إذن من أول وهلة وفي الطور المكي حدثت المفاصلة، وجاء حكم التكفير في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وأمثلة ذلك كثير ولا نريد الاستطراد، إنما مقصدنا الإشارة. نعم، إن استعمال هذا الحكم بغير علم وفي غير محله وفي غير مستحقيه من دون ضوابط وموانع فإن هذا كبيرة من الكبائر، وقد يجر هذا فساد عريض شأنه شأن جميع أحكام الإسلام كالولاء والبراء والاستعانة والتحاكم إذا أسأنا استعمالها. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا وعيد واضح لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، لكن هؤلاء الجمية نسخوا هذا الحكم، وليت شعري لو عرضوه على الكتاب والسنة لكان خيرا لهم، ولكن هذا الحكم أول من يضر لو كان حيا بين الأمة هؤلاء المتسلطين على الأمة من الملوك والسلاطين. وبإعاز من هؤلاء السلاطين ندب الجامية إلى نسخ حكم التكفير من شريعة رب السماوات والأرض. ولنأخذ أمثلة على ذلك. ورد في بعض المنتديات الذي وجدتها على الإنترنت، منتديات الجامية، سؤال بعنوان سؤال كالتالي: جزاك الله خير ونفع بك يا شيخ. والشيخ هنا اسم الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، كما جاء هكذا مكتوب. يقول: جزاك الله خير ونفع بكم يا شيخ، متى يحكم على الشخص أنه تكفيري؟ وإذا ثبت أنه تكفيري فهل يطبق في حقه الهجر الكلي أم الجزئي، أو هناك تفصيل؟ الجواب: الشيخ يقول هذا التكفيري هو الذي يكفر الناس بمطلق المعاصي، بمجرد المعاصي، سواء كانت مضادة للإيمان من كل وجه مثل الشرك بالله تعالى، وأضع خط أكبر هنا، أو منافية لكماله كمال الإيمان مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر. هذا هو التكفيري، وهذا هو مسلك الخوارج عند الفقهاء. الله أكبر، الكذب على الفقهاء وعلى شريعة رب السماوات. ألفت النظر السامع إلى قول هذا الشيخ في قوله التكفير هو الذي يكفر الناس بمطلق المعاصي، بمجرد المعاصي، سواء كانت مضادة للإيمان من كل وجه مثل الشرك بالله. يعني حتى المشرك بالله لا يكفر والكافر لا يكفر. عجبا لهؤلاء القوم، عجبا، والله عجبا. ويحضرني هنا كلام أردت أن أريده في هذا البحث، وهو كلام لشيخ الإسلام. فكثيرا ما يتشدقون بكلام شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام بريء منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السابع في مجلد الإيمان في الصفحة 302، يقول شيخ الإسلام: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب فإنما نريد المعاصي كالزنا وشرب الخمر، وأما هذه المباني، يقصد الأركان الإسلام، ففي تكفيرها نزاع مشهور. فتلاحظ أن كلام شيخ الإسلام يفرق ويعرف الذنوب. هناك ذنوب تسمى ذنوب لا تخرج الإنسان من الكفر، وهناك ذنوب مكفرة. فهؤلاء جعلوا كل الذنوب في مرتبة واحدة، حتى الشرك بالله، الله المستعان. ولا يستغرب من هذا. فتحضرني قصة هنا، معلوم عندنا نحن في الجزائر عندنا أن جريمة نكراء وهي شتم وسب اسم الجلالة مشهورة عندنا في الجزائر، الله المستعان. فيحضرني قصة كنت حاضر فيها منذ 10 سنوات وأنا خارج من بيت من بيوت الله. من فضلك اقلب الشريط.
أما الآن فمع الوجه الثاني للشريط. معلوم عندنا نحن في الجزائر عندنا أن جريمة نكراء وهي شتم وسب اسم الجلالة مشهورة عندنا في الجزائر، الله المستعان. فيحضرني قصة كنت حاضر فيها منذ 10 سنوات وأنا خارج من بيت من بيوت الله بعد صلاة الظهر، وكان أحد الإخوان حديث عهد بالجاهلية، فصارت هناك شجار بينه وبين أحد الإخوان، فبالطبع أول ما تغضب وأحمرت الوجنتين صدرت منه هذه الجريمة النكراء فسب الله تعالى. فالثاني بحكم أنه طالب علم جيد وكان يعني يطبق القواعد التي تعلمها من الشرع فكفره، قال له يا كافر لعنة الله عليه. فوالله رأيت منظرا لن أنساه طول حياتي، فالجموع الإخوة الذين كانوا حاضرين هناك هبوا كالأسد الأسور نحو الذي كفر وزجروه وعنفوا عليه ولم يكلموا نصف كلمة الثاني الذي شتم الله. ولا غرابة إذا يعني إذا نظرنا إلى أشياء وردت عن مشايخهم، فهذا سؤال ورد في أحد الأشرطة أيضا وهو معروف، هذا السؤال في سلسلة الهدى والنور للدروس العلمية والفتاوى الشرعية. السائل هو إبراهيم شقرة يسأل الشيخ الألباني، طبعا على الطريقة النجدية دائما لما يحتاجون شيء يبعثون أناس تسأل ابن باز، في الأردن نفس الشيء. سؤال ورد على الألباني والسائل هو إبراهيم شقرة، يقول وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر ردة، فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو الإفادة. الجواب الشيخ الألباني يقول ما نرى ذلك على الإطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل. الله أكبر، أنا ما أدري من يجهل هل سب الله وشتم الله هل هو حرام أو غير حرام. المهم أكمل الجواب، قال فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، وأخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة، وإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الرد الذي لا إشكال فيه. أما إذا احتمل وجها من الوجوه الأخرى التي أشرت إليها فالاحتياط في عدم التكفير أهم إسلاميا من المسارعة إلى التكفير. انتهى جواب الشيخ. طبعا أنا لا أعلق هنا لأن الحقيقة يعني التعليق لا أجد ماذا أعلق، يعني غريب جدا يعني التعليق. أكمل وأذكر أشياء أخرى جاءت في كتاب للألباني الشيخ المشار إليه أنفا، والكتاب بعنوان فتنة التكفير للألباني، ومكتوب في الصفحة الأولى للكتاب في الغلاف فتنة التكفير للألباني تقريض ابن باز والتعليق العثيمين، ويليها فتاوى حول التكفير والحكم بغير ما أنزل الله للجنة الدائمة، لجنة الدائمة للبحوث العامة والإفتاء، إعداد علي بن حسن أبو لوزة. يعني هذا جمع أقوال هؤلاء في كتاب اسمه فتنة التكفير للألباني. فأنا أذكر أولا، يذكر هذا الجامع للكتاب يقول عن الألباني، روى ابن جرير الطبري في الجزء العاشر من تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال وهي به كفر، أي ابن عباس، وليس كفرا بالله وملائكته ورسله. وفي رواية عنه في هذه الآية إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وإنه ليس كفرا ينقل عن الملة، كفر دون كفر، أخرجه الحاكم في الجزء الثاني في الصفحة 313، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. يقول الألباني وحقهما أن يقول على شرط الشيخين فإن إسناده كذلك. ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في تفسيره في الجزء السادس في الصفحة 163 عن الحاكم أنه قال صحيح على شرط الشيخين، فالظاهر أن في نسخة المستدرك المطبوعة سقطا، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم ببعض الاختصار. وفي رواية أخرى عنه برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق، أخرجه ابن جرير في الصفحة 112,063 طبعا في المجلد العاشر. قلت أي الألباني وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكنه جيد في الشواهد، طبعا هنا يذكر الانقطاع لكن في أعلاه قال على شرط الشيخان. يقول هذا جامع الكتاب
أشرت إلى اسمه آنفا، وهو علي حسن، علي بن حسن أبو لوز، يقول: نقلت جميع هذا الهامش من سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني في الجزء السادس في الصفحة 113-114. ثم يعلق، يذكر تعليق للشيخ، لأن الشيخ قرأ الكتاب ويعلق شيخ العثيمين في تعليقه. طبعا نسيت أن أذكر الصفحات، الصفحة من التعليق هذا من 23-24-25، سأذكر كل التعليقات من هذه الصحف. قال الشيخ العثيمين في تعليقه على كلمة العلامة الألباني: احتج الشيخ الألباني بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك غيرهم من العلماء الذين تلقوه بالقبول، وإن كان في سنده ما فيه، لكنهم تلقوه بالقبول لصدق حقيقته على كثير من النصوص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك فإن قتاله لا يخرج عن الملة، لا يخرج الإنسان من الملة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير، طبعا هنا يرد على كل من كفر الحاكم بنص الآية، صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس. فيقال لهم: كيف يصح، كيف لا يصح، وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث، وتقولون لا نقبل. فيكفينا أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر صحيح. أنا ما أدري أين وردت هذه القاعدة في علم الحديث: إذا تلقى ابن تيمية وابن القيم حديث ونقله فالحديث يصبح حديث. أنا ما أعرف هذه، ما قرأت هذا. ثم هب أن الأمر كما قلتم، هذا كلام العثيمين، إنه لا يصح عن ابن عباس، فلدينا نصوص أخرى تدل على أن الكفر قد يطلق ولا يراد به الكفر المخرج عن الملة، كما في الآية المذكورة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هم بهم كفر، هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنان في الناس هم بهم هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذا لا يخرج من الملة بلا شك، لكن كما قيل: قلة البضاعة من العلم وقلة فهم قواعد الشريعة العامة، كما قال الشيخ الألباني وفقه الله في أول كلامه، هي التي توجب هذا الضلال. ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك، وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم، لأن الإنسان إذا كان يريد شيئا لزم من ذلك أن ينتقل فهمه إلى ما يريد، ثم يحرف النصوص على ذلك. والله ما أعرف وصفا ينطبق على طائفة كما ذكر هنا الشيخ العثيمين إلا على هؤلاء. ثم يقول وكان من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم استدل فتضل. فالأسباب ثلاثة، هي الأول قلة البضاعة من العلم الشرعي، الثاني قلة فقه قواعد الشريعة، الثالث سوء الفهم المبني على سوء الإرادة. ثم يقول أيضا في تعليق آخر في نفس الكتاب، يقول ابن العثيمين جوابا على سؤال: من سوء فهم قول من ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفرا أكبر، مستدلا بهذا القول على تكفير بآية: أولئك هم الكافرون، مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر بالألف واللام. أما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه رحمه الله بين الكفر المعروف أي بالألف واللام وبين الكفر المنكر ليس معرف. فأما الوصف فيصلح أن نقول فيه: هؤلاء كافرون، أو هؤلاء الكافرون، بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة. ففرق بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل. طبعا وأذكر أيضا آخر تعليق للعثيمين، قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 53 في نفس الكتاب: هذا كلام جيد، يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على الولاة المسلمين بأنهم كفار، ماذا يستفيدون إذا حكموا بكفرهم؟ أيستطيعون إزالتهم؟ نقطة استفهام. انتهى كلام العثيمين من هذا الكتاب. وطبعا آخر شيء أريده في هذا الباب هو
أن الشيخ الألباني في كتابه تارك الصلاة في الصفحة 78 في طبعة 1422 الصادر على المكتبة الإسلامية بالأردن، كلام الألباني يقول: فلو قال قائل بأن الصلاة شرط صحة إيمان وأن تاركها مخلد في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم. وأنا أقول له أن العثيمين يقول بهذا القول، وهو علق وقرأ كتابك وهو يقول بهذا القول أن تارك الصلاة مخلد في النار ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأدهى وأمر أن ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة يجعل الصلاة شرط صحة للإيمان، فما أدري ألم يطلعوا على ذلك أم أنهم يعني كالأبقار لا يتبعون ولا يقرؤون، إنما يعني يستقبلون العلم من مصدر واحد. ننتقل إلى الحصانة الرابعة، وهي الشرك في تعريفهم لا يدخل فيه شرك الطاعة ولا الشرك التشريع. الشرك في تعريفهم لا يدخل فيه شرك الطاعة ولا شرك التشريع. وسأذكر مثال على ذلك من كتاب اسمه منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وهو تأليف أحد كبرائهم بعنوان الدكتور ربيع بن هادي. المؤلف هو الدكتور ربيع، المسمى الدكتور ربيع المدخلي. فيقول في كتابه هذا، يقول: قلت، هو يعني لا كلام في الأئمة المجتهدين الذين اجتهدوا في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا، وهم في ذلك يطلبون الحق باجتهادهم كما أمرهم الله ورسوله، فإن لهم فيما أصابوا فيه أجرين وفيما أخطأوا فيه أجر واحد، وقد تقدم الكلام عنهم. لكن الكلام في أهل البدع والضلال والجهل الذي قال الله في شأنهم، هنا الشاهد الذي أريد، لكن الكلام في أهل البدع والضلال والجهل الذين قال الله فيهم وفي شأنهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعندهم تشريع، التشريع هنا يخص البدعة، ما عندهم تشريع قانون جنائيات، تشريع بروك ربوية، ما عندهم هذا الشيء. هذا هو الصفحة 48، الصفحة 46-47 من كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. وأيضا نذكر حادثة هنا، أن أحد دعاتهم في الجزائر تحت اسمه عبد المالك ابن أحمد رمضاني الجزائري، وهو الآن أظن أنه مقيم في المدينة المنورة، يذكر في قضية الحكم بما أنزل الله، يذكر شيء مكذوب على شيخ الإسلام، فيقول أن النجاشي لما أسلم لم يحكم بما أنزل الله، وهذا لم يخرجه من الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام ذلك، طبعا دائما يتشدقون من شيخ الإسلام في منهج السنة النبوية، وهذا الكلام ذكره في كتاب كتبه في الملف الجزائري بعنوان، كان له عنوان ثم غير له العنوان. العنوان الأول السياسة الشرعية بين المتفرسين من العلماء، أذكر هذا الشطر من العنوان للكتاب، ثم غير الكتاب الآن ما أذكر اسمه. هذا أذكره عبد المالك بن أحمد رمضاني، هذا من أخطر منظريهم، فهو مجتهد في المذهب وعنده كتب كثيرة، من بين الكتب التي ألفها أيضا كتاب اسمه فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من الدماء في الجزائر، وعنده كتاب أيضا بعنوان تلخيص العباد من وحشية تخليص العباد من وحشية أبي قتادة الداعي لقتال النسوان وفلذات الأكباد أيضا. طبعا والكتب لا داعي أذكر أنها تطبع على نفقة السفارات في أوروبا وفي أمريكا الشمالية وتوزع، والله المستعان. أردت أن أشير إلى هذا. ثم يقول أيضا على النجاشي، في كلامه عن النجاشي، أنه يعني لو كان الحكم بما أنزل الله مخرج عن الملة لا 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 كان قد كفر النجاشي، وهذا كلام يعني سخيف. أصلا النجاشي لم تنزل الأحكام في زمانه أصلا. الحصانة الخامسة، الإسلام عندهم يثبت بشهادة الميلاد وجغرافية البلاد، ولا ينتقد إلا باستحلال، أي ما حرم الله من الكفر ودونه وبعد إقامة الحجة من قبل أهل الذكر، وهذا لا داعي للتعليق عليه. الشيء الذي يأتي بعد الحصانة السادسة، الطاعة العمياء المطلقة بدون قيد ولا شرط لحكام العرب والدول التي تسمى إسلامية، وهذا مبني على أصلين، أنهم أي الحكام مسلمون، وأن طاعتهم واجبة حتى
حتى ولو لم يطبقوا حكم الله وحتى لو أنهم أخذوا الحكم بدون بيعة. والرعية ملزمة بشتى أنواع الالتزامات من طاعة وخنوع ودعاء لهم ونصيحتهم. أما الحكام فلا التزام لهم إلا ضرب الظهر وأخذ الأموال. طبعا يحضرني هنا أن أذكر أن ينقض هذا الأصل وأنهم يتبعون السلف في ذلك، يعني هم يتبعون السلف في ذلك، أولا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة في خطبته المشهورة المتواترة المتداولة قال: أطيعني ما أطعت الله، ما أطعت الله ورسوله فيكم، معروف. قضية أن الطاعة العمياء بدون شرط ولا قيد فعل سيد شباب الجنة وهو الحسين رضي الله عنه ابن علي في قضيته مع يزيد، أيضا عبد الله بن الزبير وقد ذكرنا هذا في الحلقة السابقة، والقراء وأبو حنيفة. في شيء لم أذكره أنهم يقولون نعم فعل هؤلاء الصحابة اجتهاد، والدليل على أنهم أخطأوا النتيجة لم تأتي بنتيجة. فنقول لهم هذا التلبيس فرق بين مشروعية انتقاد الحاكم والنتيجة التي تترتب على ذلك، فإن المشروعية شيء قد تكون مشروعة، أما النتيجة فلا تأتي لأسباب كثيرة وليس لعدم المشروعية. فنأخذ على سبيل المثال القتال في أحد والجهاد الصحابة في أحد، خسروا لا شك أنهم خسروا المعركة لأسباب ليست لها علاقة بمشروعية الجهاد نفسه. وأيضا في حنين قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. هل هذا يعني أن مشروعية الجهاد كان غير مشروع؟ لا، النتيجة جاءت لأشياء أخرى لا تتعلق بمشروعية العمل نفسه. وأيضا في نفس الباب كلامهم في وجوب مناصحة الحكام سرا: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدي له علانية، ويشنعون على كل من ذكر الحكام على المنابر أو في جلسة أو كذا. يحضرني أنه في أيام قبل أن يدخل سلمان بن فهد العودة يدخل السجن، فكان يرد عليهم ويقول: لماذا تأخذون حديث لا يثبت سنده وترقعونه وتجعلون له أوتاد وحتى يشتد عوده ثم تأتون به وتتركون ما جاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء حمزة بن أبي طالب ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فجاءوا وهبوا ويعني أخذوا يقولون عند، كلمة عند هنا تفيد ظرفية المكان وكذا، ولا لا لا ليس فيها دليل على أن هنا التشهير بالحكام وكذا وكذا إلى غير ذلك. فكان عندي أنا حديث ذكرته عن الإمام أحمد، وحديث يعني ذهبت إلى مصادر المسند الإمام أحمد، فرضا أن كلامهم صحيح، بقي أن يعني يزيل علينا مشكل، نحن نقول لهم فرضا أن يعني الحكام سننصحهم كما تقولون، لكن بقي عندنا مشكل. جاء في الإمام أحمد في مسنده في باقي مسند المكثرين رقم الحديث 10723، يقول الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرني شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: خطب مروان أي مروان بن الحكم قبل الصلاة في يوم العيد، فقام رجل فقال: إنما كانت الصلاة قبل الخطبة. فقال أي مروان بن الحكم فقال: ترى ذلك يا أبا فلان؟ فقام أبو سعيد الخدري فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنقول لهم، انتهى الحديث، فنقول لهم هؤلاء: إما أن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا يفهم ما فهمتموه أنتم من الحديث، أو أنه ليس من السلف، أو أنه خارجي، فيعني اختاروا ما شئتم، أو أن أبو سعيد فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه لنا الإمام أحمد بهذه الصورة، أن الإنكار كان في يوم العيد علانية وأمام الجماهير، وقام أبو سعيد حتى يقرر للناس ويقول لهم أن هذا قد قام بالذي عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد يقول القائل أن يريد أن يطعن في الحديث ويقول: أثبت العصر ثم انقش، فنقول: لا تتعب نفسك، فإن الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان.
وننتقل إلى الحصانة السابعة. ينهون أتباعهم عن قراءة المجلات الإخبارية أو الصحف أو متابعة الأخبار، بل يجعلون ذلك من منهج أهل البدع. طبعا هم ينهون حتى لا ينكشف الحكام الذي يقوم دينهم أصلا على ترسيخ حكمهم، يعني دين الجامية يقوم أصلا على ترسيخ حكم الحكام، فيمنعون أتباعهم من متابعة أي خبر يمكن أن يعني يوضح الحقيقة أو يكشف الحقيقة، ويعلنون ذلك أنها تلهي عن قراءة القرآن والذكر، وأنها أيضا كاذبة وغير صادقة، وأن الكفار الأصل فيهم الكذب في الإخبار. هذا ليس من ورائه فائدة، ويقولون أيضا هذا ليس من ورائه فائدة. وأذكر أني حضرت محاضرة واحد أردني مدعو علي حسن الحلبي، فقال قراءة المجلات ليس لها فائدة، واتباع خطط العدو ليس من ورائه فائدة، يكفينا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، خلاص هذا يكفينا، لا داعي لتتبع مخططات اليهود أو النصارى أو غير ذلك. طبعا الرد على هذا الشيء، يعني هذه السخافة وهذه السفاهة، يكفينا قوله تعالى في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني الصحابة في الطور المكي تحت الاضطهاد، وكانوا يتبعون أخبار ما يجري بين الروم والفرس من قتال إلى غير ذلك، وأيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، في لما قال لأصحابه اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحدا عنده، وأيضا قوله تعالى في سورة النساء: خذوا حذركم، فهذا أمر حسي. الحصانة الثامنة: عدم الدخول أي معترك سياسي، عدم الدخول أي معترك سياسي، لأن ذلك سوف يسيء إلى الدعوة. أولا في تعريفهم الدعوة قصور في فهم الدعوة، هي عبارة عن شرح كتب في حلقات في مساجد، هذه هي الدعوة عندهم. ثانيا إخراج العمل السياسي من الدعوة، وهذا مبني على مقدمة عندهم أن الأنبياء، وهذا يعني أصل، الله المستعان، لو كان عندنا وقت إن شاء الله لفصلنا فيه تفصيل، لعل الله يسر فرصة أخرى، أن الأنبياء عندهم مهمتهم هي البيان فقط، يعني الدين الإسلامي عبارة عن نظرية ليس لها وجود في الخارج. سأقرأ لكم بعد ذلك كلام يعني عجيب جدا للمدعو إبراهيم شقرة هذا. ثم يقول: الدخول معترك سياسي هو طلب للإمارة، هذا ذو أتباع الألباني يقولون أي دخول طلب معترك سياسي هو طلب للإمارة، وطلب الإمارة لا يجوز في الإسلام. سأقرأ لكم كلام هذا إبراهيم شقرة في كتاب اسمه هي السلفية منهجا وعقيدة، هذا الكتاب ظهر في 94 ميلادي لمدة حوالي 10 سنوات، أقرأ لكم ما قال فيه هذا، وأترك السامع، أترك التعليق للسامع. يقول من أقواله المشهورة في كتابه هي السلفية: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، كلمة حكيمة تصلح لزماننا، إلى أن قال: ذلكم أن الانفصام بين الدين وبين الدولة صار أمرا مقضيا لا مرد له ولا طاعن فيه ولا محيد عنه، ولا أحسب مسلما يرى، والأمر على ما وصفنا أن واجبا عليه العمل السياسي، لأنه ليس شيئا يطيقه ولا أمرا يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنه لمن العبث أن تسوق الحماس العاطفية بعضا من المسلمين إلى العمل السياسي الذي لا يصلح إلا لأهله وحدهم. ونسأل: لماذا لا تستطيع الأمة القيام بأعباء فريضة الجهاد؟ ذلك أن الجهاد هو فريضة فرضها الله سبحانه، لا يكون إلا بإمام وبإذن منه، وهو في هذا مثل الحدود والعقوبات، فهذه لا يوقعها ولا يقيمها إلا إمام العامة، فإن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته ولا يؤذن به ويدعى إليه إلا إمام واحد، رضي من رضي وكره من كره، صونا للأمة. ثم إلى أن قال: وقانون المدافع يقضي بأن الجهاد لا بد وأن يكون مأذونا به من إمام عامة، فإن أذن على نحو ما بينا سابقا وإلا فهو آبق إلى الإثم وغيرها من فآبق إلى الإثم وغائد إلى عذاب رائش لنفسه من غضب الله، إلى غير ذلك من العبارات التي ذكرها التي تقشعر منها الجلود ولا تخدم إلا الطواغيت. فأعيد العبارات الأخيرة:
يقول بأن الجهاد لا بد وأن يكون مأذونا به من إمام عام، فإن أذن على النحو ما بينا سابقا وإلا فهو آبق إلى إثم. طبعا هذا لا أعاقب على هذا الكلام لأنه صحيح. الحصانة، ثم أذكر في هذه الحصانة الثامنة وهي عدم دخول أي معترك سياسي. أقول هنا تناقض في هؤلاء أتباع الألباني وغيرهم. لماذا؟ لأن الحاكم مسلم، هم يذكرون أن الدعوة ستتأذى، وهنا تناقض لمن تدبر كلامهم. الحاكم مسلم في اعتقادهم والدولة إسلامية، وفي نفس الوقت يقولون نحن في المرحلة الدعوية أي المرحلة المكية ولا نريد دخول معترك سياسي حتى تبقى الدعوة سليمة. طبعا إذا كان الحاكم مسلم لماذا تخافون على الدعوة؟ فهو مفروض أن يحمي الدعوة. هذا عجيب جدا. وكيف أنتم تكونون في دولة إسلامية والحاكم مسلم وتسمون الدولة دولة إسلامية ومع ذلك أنتم في الطور المكي؟ تناقض جلي. أما المدرسة النجدية يعني أتباع بن باز فخوفهم من أن الدعوة تتأذى بالتراجع هذا مناقض لقولكم بإمامة خادم الحرمين. فإذا كان الإمام لا بد أن يحمي الدعوة ويشجعها وإلا فيعتبر محاربا لها، فليس لها ليس هناك خيار ثالث. الحصانة التاسعة عدم الحوار مع الغير، لأن منهج السلف بزعمهم كانوا لا يجالسون المبتدع. جاء في كتاب منهج أهل السنة والجماعة في النقد الرجال والكتب والطوائف تأليف المدخلي صفحة 28 موقف الصحابة والتابعين، يقول المدخلي هنا تحت عنوان موقف الصحابة والتابعين من أهل البدع، قال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفونه. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى أي أبو بكر السختياني وهو يقول ولا نصف كلمة. ثم يقول ربيع المدخل معقبا على هذا يقول هذا والله هو الولاء الصادق لله وللإسلام، ولو عامل علماء الإسلام في هذا الزمان أهل البدع هذه المعاملة الحازمة لماتت البدعة في جحورها ولما استطاعت المطابع أن تطبع كتبهم، لأنها لا يوجد لها زبائن ولا سمعت صوتا يجهر بالدفاع عن أهل البدع، فضلا عن أن تؤلف الكتب للدفاع عنهم، فيتهافت الشباب السلفي عليها تهافت الفراش على النار، فإن لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه. طبعا هو يقصد كتب سيد قطب هنا بدون يعني تفكير، يعني يقول لو كانت يعني العلماء كانوا حازمين لما طبعت كتب سيد قطب رحمه الله. أكتفي بذكر آيتين للرد على هذا الكذب والدجل. قوله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أهل الكتاب هم يهود ونصارى. إذا كان يجوز لنا مناظرة النصارى أو مجادلتهم بالتي هي أحسن فمن باب أولى من هو مسلم، لأنه المبتدع لا يخرج عن دائرة الإسلام عندهم. ثانيا قوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو هنا في سورة الفرقان يأمر الله نبيه أن يجاهدهم بالقرآن بالحجة. وأيضا ما يرد على هؤلاء موقف ابن عباس مع الخوارج، فإنه ذهب وحاورهم وجادلهم. الحصانة العاشرة أنه إن تعين الجهاد في سبيل الله وأصبح فرض عين بفتوى من البيت الأبيض فإنه لا يلزم مشايخهم وعلمائهم ودعاتهم، لأنهم لو ذهبوا إلى الجهاد وقاتلوا هناك لأصبحت الساحة الدعوية فارغة ولاستولى عليها المبتدعة. طبعا هذا الكلام السخيف، نذكر أشياء لرد عليه، أشياء بسيطة جدا. يعني الذي جاء برسالة الإسلام هو محمد بن عبد الله القرشي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وقد شارك في بدر وأحد وحنين وتبوك، لماذا لم يقل هذا الكلام الذي قاله هؤلاء؟ وأخيرا أختم بأثر يعجبني وجدته في البداية والنهاية لابن كثير، ويذكر ابن كثير أن ابن عساكر روى من طريقه قال النضر بن شميل دخلت على المأمون فقال كيف أصبحت يا نضر؟ فقلت بخير يا أمير المؤمنين. فقال المأمون ما الإرجاء يا نضر؟ فقلت
دين يوافق الملوك، يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم. قال صدقت، البداية والنهاية. وأختم وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وفي الختام، حكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم، يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية، يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية. لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ يوسف بن مروان على هذا الشرح الثمين، ولا ننسى أن نذكر الإخوة أن موقعنا على الإنترنت يحتوي على إصدارات قيمة، فسارع باقتنائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاقد العزم وأبرم، لاقد العزم وأبرم، وراء الموتى فأقدم، وراء الموتى فأقدم. إذاعة التجديد الإسلامي بثنا يصلكم عبر القمر الصناعي الهوت بيرد 6 على التردد 12577 ميجا هيرتز، على أن يكون الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح 3:4. كما يمكنكم استقبال بثنا على الإنترنت عبر موقعنا الإلكتروني www.tajdeed.net. إذاعة التجديد الإسلامي نسعى لاستنهاض الأمة وإعادة سلطانها. العزم وأبرم، وراء الموتى فأقدم، وراء الموتى فأقدم، لو رآه المد. أحبتنا الكرام، نود أن نحيطكم علما بأن موقع تنظيم التجديد الإسلامي على الإنترنت يحتوي على أقسام قيمة ومفيدة، منها مكتبة التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامية، إذاعة التجديد الإسلامي، ومنتدى التجديد الإسلامي. تسارع بزيارتنا على العنوان التالي www.tajdeed.net، وفي حال حجب العنوان يرجى إرسال رسالة فارغة على البريد الإلكتروني التالي www@tajdeed.net. فوق الأعادي كقضى الموت المحتم، لو تناساه الأعادي لسرى في الكأس علقم. كاسرا فوق الأعادي كقضى الموت المحتم، لو تناساه الأعادي لسرى في الكأس علقم. كم تمنته البرايا تسجيلات التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامي، صرح شامخ ورسالة سامية. اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاح. كان للإسلام جيش القادسية يخرج الناس من الظلم وجور الجاهلية، من عبادة قيصر الروم وكسرى يعبدون الله رب العالمين. ونرى اليوم جيوشا بربرية تخرج من نفس الطريق، تتلبس بشعار وهوية، تدعو الناس لبيت أبيض كي يعبدوه. إن للشيطان حزب فحذروه، لم ير التاريخ مثله. ليس فرعونا ففرعون يحاور، ودعا في يوم الزينة للحوار، ودعا هامان كي يبني جدار، يطلع منه على ما قال موسى، لم يعيره بمنة أو بأكل أو هدية. ليس كالأحبار أو شارون، فلشارون ديانة وحمية. ليس بوش فاحذروه، إن بوش يجمع المال وهذا الحزب يعطونه المال هدية. ليس مثل قوم لوط أو ثمود، فلكل كان نوع من فساد. ولهذا الحزب كل أنواع الفساد المخملية. ليس صداما فصداما له روح أبية، وأبا جهل على عرض النبي فيه حمية. لا يداهن، ينتظر بالباب حتى الفجر كي يخرج محمد. لم يكن يرضى بأن تأتي جيوش أجنبية. كيف صار اليوم للدجال حزب في بلاد عربية؟
وله مكر ودجل وتقية، كل يوم يتعود ويصرح إننا نحكم بالشرع ولنا الدين مطية. فتذكر يا أخي إن للرحمن حزبا يخرج الناس من الظلم وجور الجاهلية، يدعو الناس لرجم إبليس ودحره كل صبح وعشية. وتحيات إسلامنا إله إسلامنا حضارة إسلامنا عطاء إسلامنا قوة إسلامنا فداء سيف على رقابهم سيف على الظلام سيف على شرورهم سيف على الأصنام سيف على رقابهم سيف على الظلام سيف على شرورهم سيف على الأصنام إسلامنا حضارة إسلامنا. تسجيلات التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامية، تسجيلات التجديد الإسلامي، صرح شامخ شامخ ورسالة سامية سامية. طاقاتهم فوق الخيال قلوبهم من معدن جبلت على الإحسان، لا يسكنون بكوكب الأرض الذي أضحى بقبضة مشرك أو زاني. إسلامنا أضحى جريمة عصره ووسيلة للذبح والعدوان، فلإسمه ذبحت جموع رجالنا غدرا بأيدي الروس في الشيشان. وغدت دماء المسلمين رخيصة في الهرسك الثكلى وفي البلقان. أسمعت في كشمير شعبا مسلما دفنوا بلا غسل بلا أكفان؟ لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيرا، بعد أن صارت الخيل بعد أن خشت وجربت من غسل خيلة، وبعد أن الله يفحن جبتي مكتبت غسل الدار ونزلنا دارا وجنتاها تحدرت دمعتاها. لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيرا، ضقت به وجنتاها تحدرت دمعتاها. لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيرا، ضقت به وجنتاها. تمضي إلى أين تمضي والبؤس رهن خطاها، كثيرة الطرف والها لبعض حضن رعاها. ترى المآسي تترى تصوغها مقلتاها، تلف بالصمت بؤسا بحت به درتاها. كفلغت البدر نورا يذوب فيها سناها، كنسمة من عبير طفت ففاح شذاها. كضبية الروض حسنا سبحان من قد براها، كبرعم الزهر ألقت به الحروب رحاها. صاحت بها القاذفات فجرعتها لضاها، أحالت الليل صبحا ملطخا بدماها. تسائل الصمت عما جرى وماذا دهاها، وأين من كان حضنا يلفها في صباها. وأين ينبوع عطف لطالما قد سقاها، أين الأيادي الحواني تحفها في كراها. عيت سؤالا ولكن تاهت وتاها نداها، فالليل أسدال ثوبا ببؤسه قد كساها. والجوع قد شل منها أركانها وطواها، والبرد سلى سياطا من الأسى قد براها. تهوي ببعض ركام تغفو به في دجاها، تغفو وفي وجنتيها بقايا دمع كواها. تفوق في القلب منها سؤال حزن شجاها، هل ذلت الأسد فينا وأسلمتنا عداها. والجوع قد شل منها
التجديد جاء. تسجيلات التجديد الإسلامية، تسجيلات التجديد الإسلامية، صرح شامخ شامخ ورسالة سامية سامية. سموت بالدين عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي. قد كنت أحيا على التفريط مشتملا ليلى الذنوب أقضي فيه سوآتي. أحلق في أفق المسرات، قد كنت أركض في ساح مخضبة من الكبائر أسعد الجميلات. قد كنت أنظر في الشاشات أحسابها تزيل همي وأحزاني ولوعاتي، كانت تصارعني كف الهوى جنبا فأرتمي بائسا في حضن موجاتي. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. واليوم يا إخوتي أقبلت في آسف أعلنت الإسلامي. تسجيلات التجديد الإسلامية، تسجيلات التجديد الإسلامي، صرح شامخ ورسالة سامية.